البقرة حيوان ثدي مجتر، وقد وجدت في الطبيعة سائبة كبقر وحشي، وتم استئناسها وتدجينها من طرف البشر منذ زمن طويل، كما استخدمت في الماضي لأغراض شتى من جر العربات والمحراث وتدوير الطاحونة والريحة وإدارة الساقية، علاوة على الغرض الأساسي من تربيتها وهو الاستفادة من لحمها وحليبها وجلدها. تعرف إلى حدود اليوم أكثر من 1000 سلالة من البقر في مختلف أنحاء العالم، بعضها سلالات محلية تتكيف مع المناخ والطبيعة المحلية، والبعض الآخر الذي هجنه البشر لاستخدامات متخصصة. في هذا الفيديو نعرض أمامكم أهم سلالات البقر المتواجدة والتي تدر الحليب واللحم بوفرة. تابعوا معنا.